السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد يحيى، كلية الهندسة جامعة دمياط، تالتة ميكانيكا باور، متطوعين جاي لك من هناك. انا معاكم النهاردة ان شاء الله فيديو جديد وتدريب جديد. النهاردة هتعرفوا كل اللي محتاجين تعرفوه او ممكن تسألوا عنه لما تيجوا تقدموا على التدريب الصيفي، سواء بقى كانت اي كلية اي جامعة. تدريبنا النهاردة ان شاء الله خاص بكلية الهندسة مختلف الجامعات، هو تدريب شركة السعداء او مجموعة السعداء. هي مؤسسة متخصصة في مجالات الكونستراكشنز، بدأت في بداية الأول خالص كانت بالجسور والطرق، لكن حاليا هي ماسكة مشاريع كتير جدا في العاصمة الإدارية ودخلت مشاريع البنية التحتية والمباني الإنشائية. تدريبنا النهاردة إن شاء الله تقريبا لمعظم يعني أقسام كلية الهندسة، سواء بقى ميكانيكا، ميكانيكا باور، كهرباء، برضو كهرباء باور، مدني، عمارة. إن شاء الله هنجاوب على شوية أسئلة مهمة. إزاي بنقدم؟ أول حاجة إزاي بنقدم على التدريب؟ التدريب بينزل يعني على كل تقريبا السوشيال ميديا بتاع الشركة، بس أنا كنت مقدم على وظف. مواعيد التقديم بقى بالذات كانت، هو أنا روح حضرت التدريب اللي كان في نص السنة، أجازة نص السنة، فكانت مواعيد التقديم يعني تقريبا قبل امتحانات الترم الأول كده، وبعدين بداية التدريب كانت في أجازة نص السنة، أول ما بدأت أجازة نص السنة بتقدم. وبعد كده هو التقديم بيبقى على حسب ايه، بياخده على حسب الأولوية، يعني أولوية العدد، وعندهم عدد معين، فأنت بقى لازم تكون متابع السوشيال ميديا بحيث إن أنت تقدم في الأول، بحيث إن أنت تتقبل في الأول، عشان برضو في انترفيو بتروح يكلموك، لو أنت اتقبلت بتروح تعمل انترفيو. مدة التدريب لنص السنة بتبقى اللي هما 7 أيام، اللي هو أسبوع عادي، بس بتبقى 5 أيام عمل. في قايلين بقى هيعملوا ان شاء الله في اخر السنه، اجازه اخر السنه، اللي هو التدريب بقى انترنشيب، بتبقى 3 شهور وفي الشهر. محتوى التدريب بصراحه هو متنوع على مدار ال5 ايام. اول يوم بتبقى ال HSE procedures، يعني السلامه والصحه المهنيه وازاي الاجراءات، مهندس السيفتي بيعمل ايه في الموقع. بعد كده من يوم الاثنين لغايه يوم الاربع بيكلموك بقى على ايه دور مهندس مكتب الفني، ازاي بقى مهندس مكتب فني في مجال المقاولات بيعمل ايه، اللي هو التندرينج والبروكيورمنت والكونتراكتس. وفي يوم بيبقى في النص كده عشان ما تزهقش يعني تفصل بينهم، بتنزل زيارة. الزيارة دي كانت في العاصمة الإدارية في حي الوزارات، تنزل بقى تشوف بعينك في الطبيعة، تشوف ال اتش باك والفاير فايتنج والأنظمة دي كلها، والمهندسين بيكلموك عن كل حاجة. يوم الخميس بيبقى اخر يوم، دول بقى بتبدا الاتش ارز يكلموك عن الكارير ادفايزنج، يعني ازاي تعمل سي في وازاي تحضر الانترفيو وايه الاسئله المتوقعه. حابب برضو بس اكد ان لازم تبقى متابع السوشيال ميديا، وريت لما تيجي تقدم على وظف بالذات، لان هما بياخدوا من على وظف تقريبا، عشان برضو العدد بيبقى كبير، فلازم تبقى من اوائل الناس اللي مقدمه، لان يعني تقريبا كان مقدم اكتر من 600 واحد، هما كانوا عايزين تقريبا 20 بس من كل، يعني احنا كنا في ميكانيكا وكهرباء حوالي 18، فهما يعني لازم تبقى متابع السوشيال ميديا بتاعته بحيث ان انت تقدم في الاول، عشان برضو يرن عليك في الاول وتروح تعمل الانترفيو. وكده نكون خلصنا كل حاجة عن تدريب النهاردة. يا ريت تشير الفيديو عشان تستفيد، وعشان برضو غيرك يستفيد. ولو رحت تدريب وحابب تفيد غيرك برضو، تقدر تقدم معانا في الفورم اللي هنسيبها في الديسكريبشن. كل التفاصيل اللي محتاج تعرفها زي ما ذكرنا هتكون في الديسكريبشن. استنونا ان شاء الله في فيديو جديد مع تدريب جديد من متطوعين جايلك من هناك. كل اللي قلناه هنا مش بيختلف كتير من سنة للتانية، بس يعني يفضل من تانية ايا كان بقى القسم بتاعك، من تانية لغاية اخر سنة، بس ممكن برضو يختلف في ايه مواعيد التقديم وحاجات بسيطة. بس عموما لو في اي تعديل هتلاقيه موجود في الديسكريبشن.